صباح الخير مجددا واهلا وسهلا فيكم. امبارح مع مارون بلشنا موضوعنا لهالاسبوع اللي هو الكريبس. امبارح عملنا باكويت كريب، اليوم رح نعمل كريب سوزيت مع تو فيلينجز، وعلى جنب رح نعمل هيلثي جوس. كمان امبارح عملنا جوس كثير طيب كان داخله السبانغ التفاح والجزر. تاليوم تنشوف اليوم شو وصفتنا. اول وحده لعجينه الكريب بيلزمنا طحين ابيض، ملح، بيض، حليب، زبدة، برش الليمون وسكر ناعم. للصوص بيلزمنا عصير الليمون، برش الليمون، برش وعصير الحامض، سكر ناعم، غران مارنيه، زبدة، وإضافة شوي من الغران مارنيه للفليمينج. تاني كريب هي أبل كريبس with كالفادوس، داخلها طحين الحنطة السوداء أو البكويت أو ساغازان. بدنا قرفة ناعمة، بيض، كريم فريش، تفاح أصفر أو جراني سميث، وليكر التفاح الكالفادوس. بلزمنا زبدة بس حتى نقلي الكريب، ورح نقدم معهم سكر ناعم، كمان كالفادوس ودوب الكريم. اما للهيلثي جوسز، امبارح حكينا قد ايه ترند هلا عالميا انه الواحد يتناول هالعصير من مخلوط من الفواكه والخضره. كمان امبارح دخلنا سبانغ بدرينك كثير طيب. اليوم الدرينك هو سيترس سليمر جوس، رح يكون داخله الكمكوات الليمون الصغير، بدنا حامض، بدنا لايم او الحامض الاخضر مقشر، جريب فروت، بينك جريب فروت، البردقان الموردي والبوميلو. فرح يكون كله حامضيات داخل بهالجوس. اكيد الكوكينج مع مارون تقريبا على 11، فمن بعدها رح ندوق سوا للجوس والكريب. بعد هالبريك رح تلاقوني مع ناتالي ببالانس، واليوم موضوعنا حول البوزه والدايت. من بعدها بترجعوا بتشوفوني بتيبس واكيد ببيتس. اليوم ضيفنا رح يكون جولدن ريتريفر. ضلكم معنا. مارون جديد، بونجور. بونجور، كيفك اليوم؟ منيح. مارون سوزانا انا اليوم. سوزانا سوزانا I'm crazy loving you. اليوم كريب سوزيت. اليوم بتعرفي هذه مثل ما بقولوا معلي مثل ما بقولوا بالفرنساوي هذه جراند كلاسيك، يعني الكريب سوزيت كثير everybody loves it. والحلو فيها هي اكثر شيء الشو تبعها. لو يو دو ات وين يو فليم ات وكل هدول، يعني بتروحي مثلا بتروحي على فرنسا او بتروحي على النورماندي، يعني مطرح بتعرفي اللي هي على مونت سان ميشيل، مطرح مشهورين كثير بالكريب وبال يعني والسوفلي وكل هدول. فالكريب ذات هي از ذا فيفورت. فقلت اليوم اتس يعني اتس بيج كلاسيك، يعني ما مثل ما بيقولوا ما عم نخترع البارود على طول. بس كمان ليش لا، يمكن في كثير مشاهدين بحبوا يتعلموا يعملوا كريب سوزيت. بنفكرها مرات انه هي كثير كومبليكيتد، بس فعلا هي منا كومبليكيتد. بس بدنا نعرف كيف يعني داخلها الالكول اللي بنعمله فلامبيه. صح، في الكول معين، في جران مارنيه. جران مارنيه جران كلاسيك، جران مارنيه جران كلاسيك. عرفتي هلا يو كان جو فور كوانترو كمان اذا بدك سخن الكاسه، لانه معلش الكوانترو الكوانترو كمان بيقدر يحل محلها. اوكي، بس هو افضل جران مارنيه اللي بيعطيها هال في ريسيت ثانيه رح نعملها كمان. هي انترستنج ريسيبي برايي، هي ريسيت اذا بدك ابل اند سينامون كريب. انا هيدي بحبها ابل اند سينامون كريب. الحلو فيها هو الطريقه اللي بنعمل فيها، رح يجي عليها كريم دوبل او كريم شوي بنخفقها مع كالفادوس ونحط عليها سكر. يعني هيدي اتس جود فور بريكفاست. ما بعرف انه امبارح صور عم تفرجيني اياهم وريسبيز اللي انا عاملها كان لا، بس اني انا عاملهم نهار السبت، انا عاملهم من السبت، بس كانه في هالتليباتي بيني وبينك امبارح. طيب خلينا نبلش لحتى نستفيد من الوقت تينا. رح نعمل اليوم بدنا نعمل عجينتين. رح فسر شو رح نعمل. رح نعمل اول عجينه يحيى حاطط كل الانجريدينت تبعها حد بعضهم. رح نقص لي ساعتين فتح يا مخلوقه. ثاني شغله رح نعمل ثاني عجينه اللي هي للابل اللي هي هون. اوكي. هيدي اول وصفه. ثاني وصفه، ثالث وصفه هي وصفه الصوص
اللي بدنا نعملها مع الكريب سوزيت والمونتاج تبع الكريب سوزيت. هون بقول لهم برجيه بدنا شويه وقت على التيستينج اذا فيكم تعطونا بس لنعمل كريب سوزيت على الوقت. اوكي. وثالث شغله هي اذا بدك الدرينك تبعنا أوكي. اللي هو سيترس سيمفوني او سيترس شو سليمر. سيترس سليمر سيترس سليمر يعني هو از فاريشن اوف سيترس. رح تشوفي ونقيت هذا بالزيت لانه كريب سوزيت از اورنج تفاح مع السينامون سو هذا بيجي تو هيك تو بوش ات اب بالطعمات هذا الباتر تبع الكريب هيدي البيسك فينا نعتبرها السوزات هي البيسك الابل از نوت ذا بيسك اوكي خلينا نبلش بالابل اوكي وبنعملها كمان الابل اليوم رح روح كمان على باكويت فلاور خليني ابلش فيها هون رح روح على باكويت فلاور اوكي هذا هون طحين العادي اكيد المقادير رح يقطعوا رح نروح كمان على طحين الحنطه السوداء يلي هو رح تشوفي قديش طيب مع السينامون ومع الابل بلا شفنا قد ايه طيب مالح اليوم رح نذوق حلو شفتي يعني الحلو بالبين ثابت انه انا وكاتيا كنا امبارح ورجعنا هيئتكم انت وكاتيا هيئتكم ما بتحبوا الكراب يعني ما بعرف رح اخذ كمان قرفه رح احط معها قرفه انا رح كتر القرفه معلش كتر 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 انا معها القرفه بعد شوي قد ما بدك اوكي رح كتر القرفه يا حيه رح ارجع احط معها هجيب الكريم فريش هون رح اعجنها بكريم فريش ليش؟ لاعطيها ريتشنس لاعطيها بادي لاعطيها فينا نعمل هيك بالبيسك اكيد ديفنتلي لاعطيها مور كاركتر مع للكريب اكيد هون مع التفاح ومع السينما ومع الكريم يا رب مشاهدينا ما في رجيمه يعني شوي ديسير اكثر من انه بس كريب هون فوالا رح اخذ هالقد كريب حطهم باردون حطيتهم بالبراد لضلهم ساقعين بدنا شيء رح اخذ كمان البيض رح احط عليها مثل العاده بيض اكيد رح احط عليها زبده خلي شوي اوكي رح ياخذ شوية سكر مني رح احط فيها كمان هيك شوية سكر شوي كثير ورح هلا شو اعمل؟ اخفقهم مع بعضهم وبرأيي بدك تجيبي لي شوية مي بهيدي تينا لنعوزهم نعم مثل ما عملنا امبارح يعني زيت الشي وهلا بهيدا الوقت كمان عملي معروف ما تكتري اوكي هون انتبهتي ما حطيت ملح علما انه انا اذا خليني احط شويه ملح انا بحب احط ملح مع الشيء الحلو لانه الملح مثل ما بيشتغل بالاكل بيشتغل مع الدسير ببين طعمه الاكل رح اخذ تفاح مشاهدينا هلا التفاح فيه قصه شقه وفيه ابرشه بفضل هلا بهيدي العمليه هلا ما رخي مع التفاح حطي بهالوقت اذا بدك انا بكون عم ببرش التفاحات على شو يا مارون خلينا ببرش التفاحات اهين على صحن بحب التفاح عليهم على الخشن يعني ببرش تفاحه ما بعرف اذا ما بفي هي ما بتبرش ولا انا مش عم بعرف ابرش مش الحال بس فكرت طلع بدي شد مع القشرة مع القشرة اكيد وجراني سميث اساسي جراني سميث لا في حط سويت ابل اذا بدك او الريد ابل بس جراني سميث يعني عنده هالاسيديتي يا سويت والملمس تبعه منه هيك مدفل هلا واتس نايس اباوت ات يعني ليكي اكيد هلا رح اعمل تفاحه ثانيه بس بهذا الوقت رح احط هدول هون يعني وبذات الوقت ما بدي رخي بقى ليش ما بدي رخي؟ لانه بدي الكريب اعملها شوي سميكه لحتى بعدين انا عم بقصها يعني ما عم بعمل هون الكريب لاحشيها اذا بدك عرفتي؟ هيدي رح تتاكل مثل ما هي هاي مثل ما هي ما معها حشوة ما معها شيء اوكي لانه التفاح بقلبها يعني هيدي الاولاد بالبيت بتعملهم اياها يس يعني شوي على بانكيك صرنا شوي على بانكيك كريب اوكي هلا رح امرق بحلقات اذا بدك البانكيك بس في زوم نزيد لها سكر بعدين؟ ايه اكيد هلا في شيء بعد ما وصلنا له عم بتسبي علي نحط بعد ابل برايي غير هيدي كمان وحده شو رايك؟ بساعة هلا بدك تشوف هون شو الوضع؟ انا اللي عملته سميكه سمكه لانه
معلش ما بيأثر. لحد بعد هو التفاحات هشيل هيدي بذره التفاح. هلا الحلو كمان شو رح يصير تينا هون؟ انه رح الجو تبع التفاح رح ينزل وين؟ جوا ينزل بالاباراي اللي عندك، واكيد كمان رح يعطي طعمه، رح يعطي سويتنس ورح يعطي طعمه سكر. ماشي الحال لحد هلا؟ اوكي مبسوطه مني؟ بدك بعد تشي؟ شو رايك انت؟ ما بعرف انت كيف بدها تطلع مع المسا يعني. ليكي شو رح اعمل؟ هي منيحه حسيت انا. ليكي شو رح اعمل؟ رح خلي تفاحه نيه، رح اقول لك شو رح نعمل فيها بالاخر. خلص تكي على التفاحه. اوكي هون اذا خلينا هلا بنجرب، هلا بس نخلص بنجرب تفاحه، بنجرب تفاحه يعني. بنجرب كريب شوف كيف تطلع، بنشوف كيف تطلع. اوكي يا منزيد يا من بالتالي بنشوف شو بدنا نعمل. هاي خلص بنحطها على جنب، هاي الاباراي خلصت بنحطها على جنب. نعم شو بدك تبلش بالثاني هلا؟ هلا بدنا نبلش بالثاني. خلينا نشيل كل الاخبار اللي هون، بعد شغله تينا كالفادوس. والله يا مارو كالفادوس اوكي كالفادوس ليكور، لوت اوف كالفادوس حتى تطلع. اوه يامي. اوكي كالفادوس هو نيتيف للنورماندي بفرنسا. بتذكر وقت رحت على النورماندي اخذوني على شوبس هيك جورمي شوبس بس ببيعوا كالفادوس. وعلى سبيشالتي على البرودكشن هاوسز تبع الكالفادوس. عم بحكيكي هيدي بال 2004 يمكن. كنت طفل بعدك. ايه كنت بعدني ولد. اوكي كاتيا على ذوقك اللي عم نعمله. ماشي الحال راضي عنا. اوكي هلا هي رح خليها بالفريزر شوي، رح اقول لك ليش، لتضلها مسقعه. اوكي او بالبراد. كالفادوس خلص كمان؟ كالفادوس لا ما خلص بعد، رح حطه حد جاي يدوره. القرفه خليها ممكن يجي يدورها ولا لا. هلا رح اخذ نعمل الكريب العاديه. اوكي طحين ابيض بيض كثير هينه عجينه الكريب مشاهدينا. سكر ملح. شو حلو واحد يعمل كريب. ايه حليب خاصة ما يكونوا حاضرين الغراض. ايه ماشي مش هالقد هيني مشاهدينا هون. في عنا وحدة تانية، في عنا وسط تاني. اتس اوكي هلا هون عم نعمل كريب عادية إذا بدك. ما عم نروح يعني هلا في رخية بحليب كريم إذا بدك كمان. بعد في حليب هون؟ كريم لا حليب ما في. حطي خلص حطي مي. اتس اوكي بس هلا هون بس نخلص. شو بنعمل؟ بدي أحط لها الزبدة. الزبدة وين؟ هيدي الزبدة. وبس إذا في أطلب، إذا في أطلب مني كمان دوبي لنا شوي من هيدي اعملي معروف. أوكي أوبس هي هون أكيد بدي رخيها بعد. وفي عندي كمان جرون مارني رح أحط بقلب الأباراي. ريلي آي لايك ألكوهول إكسكيوز مي يعني. أوكي هون أورنج زيست مع شوية جرون مارنيه كمان. اوه رح طلع لي اليوم. يا ويلي رح طلع لي اليوم. هاي تونغي بحبها. خلص انا التونغي هلا رح اعملها بالويك رح اعمل له بورسيون لتونغي وابعث لي اياها. وبكره الصبح بكره الصبح ببعث لك شكر. ببعث لي شكر على الهواء. ما في زبده، ما في زبده. حطينا شوي بس بعدنا شوي، بعدنا شوي. كاتيا واو عن جد كاتيا يعني بس ريحه بكفي ما في زبده. انا وصغير بتذكر ليك وبتذكر انا وصغير كانت ماما لما تعملهم بوجه لها تحيه دوقة نية العملو. لا ما بحب دوقة نية انا. انا كنت مور فيها هي ونية هيك. كلنا اتس ماجيك والله اتس ماجيك. شو طلع الكلفا؟ شو هو؟ كالفادوس. هو ليكور بالتفاح يعني بنعمل بيه سيدر يعني. ايه هيدي مهمه. هاي شو؟ طيب شو هيدي؟ شو هاي؟ شو هيدي؟ هيدي فيها شقف تفاح. طيب فيها تينا هلا اللي رح نبلش نعمله قبل ما نبلش نطبخ بدي طنجره صغيره من حدك. يلا رح اخذ هون اورنج جوس. هاي كرميل الصوص. عصير برتقال. بتعملي كريب بالبيت؟ ايه كريب. هلا هلا ما بعرف شو عم بعمل بالبيت. اورنج زيست. يا حرام الوليد شو عم ياكلوا؟ اكيد. اورنج زيست، ليمون زيست، سكر. حط لها شوية عصير حامض مش كثير. ورح حط عليها كمان جرون مارنيه. برج برتقال. وهودي بنغليهم شوي.
خلص اوكي مش بكره مسافره كمان 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 بدي اقول للمشاهدين وهي ريسبيز اكيد موجودين كلهم على الفيسبوك بيج. هلا انا بعبدي 300 لايك بصيروا 6000 مشاهدين كرمال هالرصيد اليوم كرمال هالكرافيت كرمال هالكرافيت هلا على الهضمنه بدك 300 لايك مش على الكرافيت انه ماشي الحال لكن حطينا عصير بردان برج بردان وكالفادو وغرامانيي صحيح اوكي هلا شو رح نبلش نعمل؟ رح اعمل هون في كالفادوس وغرامانيي لا بس كالفادوس وبرج تفاح اوكي بدي اطلب منك بس هيدي من هونيك هودي رح احطهم هون هيدي كلها تفاح بتفاح يعني صح يعني هيدي اتس بردان بردان اتس بانكيك او اذا بدي كريب مع التفاح والقرفه والكالفادوس اوكي اوكي هيدي رح نعملها سيرفيس اخر شيء مع كريم شوي فواتي مش كثير يعني كريم دوبل اذا بدك ونحط معها كالفادوس ونرش على وجهها شوية سكر كالفادوس يعني ليكار تفاح يعني ايه ليكار تفاح زبادي انه النوع من ليكار صح 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 100% ما غلطتي اوكي هلا رح ناخد زبدة مثل العادة انا عم اشتغل بسرعة دخكو ايه حسيتك ايه ما بدك بتحب الكراب كتير يعني مستعجل لتدوق لا لا انا ما عم بدي اشتغل بالعادة انا نحن المستعجلين بندوق انتم مستعجلين لا انا هيك شو رح اعمل هلا رح بلش بالكريب وانا بكفي مزبوط وانت بتكفي هيك حسيت انت بتكفي بهالوقت انا بكون عم بحضر للسترس سليمر يلا بهالوقت انا بنتظر هذا سترس سليمر لحتى بس تاكلي الكريب من بعدها بتاخذيها تو دايجست على في جوز اليوم طبعا جوز امبارح كان شيء روعه امبارح مش معقول بعدين كان امبارح لانه الكريب دقناها من بعد ما فليت انت فكان اطيب شيء بالكريب انك زدت عليها السبانخ الطازه والله طيب على الوجه مش على الوجه بقلبها شو عطيتها فريشنس مش طبيعيه كل حالها دي سنياتير من عندها بدون قصدك انت بتعملها بالاخر هونيك اكيد فريش بالاخر هيدي بدك انا بتعرفي بدك هيدي هلا عرفت شو رح تعمل بالتفاحه اللي خليتها ايه برافو عليكي لانه على طول بحب انا هيدي لا بديها على شيء ثاني شيء ثاني انا بحب على طول كل شيء تكستشر رو اند كوكت يعني هل هيدي قطعتها هل اوكي هي الميكس بحبها رح ياخذ هاي الكريب هلا حطهم هون هدول هيك سميكه هيك شو رح اعمل؟ رح اعمل برج تفاح في اعمل هيك رح ندى في سمكها في رققها اذا بدي حقيقة لانه اكيد هيدي ما رح تمد عادي اكيد بتعرفوا لانه فيها تفاح وانا الفكره انه بدي اعمل شيء كثير بيت يعني ما بدي اعمل الكريب الصعبة بدي المشاهدين إذا عبالهم يعملوهم فعلا بالبيت يعملوها بكل رياحة سو هون هلا في أصعب يعني لا إنه مش ضروري إنه عرفتي على السنتيمتر وعلى المي اوكي هاي كل الفكرة يعني اوكي كنا ما بتزبط هلا هي المصيبة مارو انا رح يا جرستي يا جرستي علي يا جرستي بنجيب صحن؟ بنجيب صحن نعم واو ريحة اي ابدا مش ضابطة ماي جاد هاي الروحة لهونيك مش ضابطة بس كاتيا كان لازم تضلي لتعمل كواليتي كنترول اذا طلع موجود هلا لا انا بدي هلا اهم شيء هدول نحطهم فوق بعضهم لحتى يضلوا سخنين اوكي لما نعملهم هلا انا هي شفتي استويت بشوفها من هون كيف صارت الملمس تبعها اوكي بيرفكت بحطها هون هيك بس للون برجع بنكفي بتكفي نفس النوع انا بتعرفي شو خلينا نعمل وحده ثانيه من هودي كمان من هيك من هيك بنفرجي المشاهدين وحده لانه اكيد رح يمكن تكفيهم تحت الهواء هيدي رح تكون ارق اوكي فوالا هيدي الكريب الستاندرد مثل ما بيقولوا هي اوكي لا هي سريعه اسرع بكثير من هيديك حبيت بدك تجيب غير صحن او مع بعضهم لا بدي برايي لازم تجيب غير صحن صحنين لانه هون هيدي عندها كثير شغل عندنا كثير شغل فيها بعد اي وحده هيدي بهالوقت هلا نعم واو يعني حتى ليكي الكريب اذا بدك من اول طب بقوله من اول ضربه يعني صح.
هلا بدي خليهم تاني هوديك البقايا ياخذوا شوي لون اكثر. ما عندنا مشكله بياخذوا لون لانه فيها سكر منيح. هون هدول هلا بنحطهم هيك ونخليهم فوق بعضهم. هلا ما رح يلزقوا اكيد لحتى هلا اذا بدك تاخذي هاي الميل لحتى انا اشتغل هون. بدك ندوق هاي شوف طالعه بس تمام نعمله على الفاضي. ابي كان لو كاتشو في اجي لعندي حبيت انه التفاح عم بيقرش ما عليه يعني اسمحوا لي اطلع على السد. ثانك يو تمام يلا كان كافي كان هلا بعد بيجيها كريم كالفادوس وسكر لانه نطلع السويتنس شوي فيها سكر بودره. اوكي It's طيب. good already. Moving forward, مشاهدينا هلا رح نعمل السيترس سليمر. تينا رح اعطيك هدول حطهم حدك، رح ريحك شوي من كل شيء ما لازم يكون حدك كمان. هيك you feel more at ease. حط الكالفادوس وكل الدنيا هون. اوكي. طيب. هول عليك كمان ما بدك تحطهم. خليني اوسع لك كمان اعمل لك ميزون بلاس. هذا صحن قويه هذا صحن هذه ما دقناها بعد تيست باين فيها الالكول واو وندرفول وندرفول كاتيا لازم تدوقي هيدي هي كثير طيبه اي لاف ات اي لاف ماي جوب اي لاف ماي جوب اي لاف ماي جوب طيب. We love your job. اعطيني هدول هلا لحتى ابلش فيهم. اوكي. هلا للسترس لما شو بدي اعمل؟ رح اخذ كل هالحمضيات يلي قدامي. مثل ما بتاكلي شوكولا وبتاكلي شوكولا. ايه عن جد. يعني بتفرق بين الشوكولا والشوكولا فان يعني. هون شو رح اعمل؟ طيبة روعة. انا ما عندي يعني عندي مهارتك بالقلب مروان بتعرفي خدي هذا سباتولا صغيره لا من تحت ما بقى بدها ولو بتعرفي تينا جربي لا اذا ما رحت قلب هيك وين يو فليب على طول في تكنيك فور فليب زحطها لهون التكنيك ما ببلش من الكتف يعني ما فيكي ما بدك تحركي ايدك كلها عرفتي اه بده يروح كتفي معك لا 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 بدك تحركي ايدك من هون بس يعني من هون عرفتي اه انجا نقفه يعني هي نايه واحده نقفه اشوف قوي قلبك برافو فهمت بعد مرة بس عملت فيها هيك بتطير هلا هون يمكن تجي علينا شيء وحدة انا هيك بدي اخذها واحطها هون رح اقشر كل الحمضيات اول شيء اللي هن البوملي والجريب فروت وبدي خلي على طول السكن البرانية من برا شوي لانه طعمتها طيبة رح تطلع بالجوس رح تخلي كل هيدا الابيض 100% 100% رح خليه كله رح شيل السكن اللي برا وهذا كله رح نعمله كيف عملنا امبارح زيت الطريقه ليطلع عنا هالفاريشن بالسترس وهالبالانس بينك بكل الطعمات اللي عم ناخذها ان كان من الجريب فروت ولا ان كان من البردقان هون بالبردقانات رح اعمل شغله هو اخذهم نتفي هيك لإلي الكريبس زيت الباقي انا برجع بتصرف فيهم كمان هيدي هون هي القصه هون هيك هودي رح برجع انزلهم على المكنه بقصهم شقف صغار بدك تشتغل على مقليتين بتعرفي ما بدي احكي على الهوا بس ما عندنا الا مقليه واحده ليه؟ ما فينا نستعمل هيك امبلا 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 في مقليه هون اوكي صغيره تينا يو ار ستار ايه الصغيره الصغيره هيك اذا بدك خلي الصغيره للهي للتفاحه للتفاحه اوكي وانا بفضل انه الهيدي نعملها هالقد ما نكبرها اصغر لكن إيه؟ التفاحه تفاح نعم اوكي طب ليه ما بضلني بالمقليه الصغيره لكن لشو للتفاحه؟ ايه ايه اعملي السوزات بهيدي فلا ايه 100% هون هلا رح اعملهم وبرجع على شو بيقولوا نوتريشن سنتر بعملهم كلهم سوا مع بعضهم لحتى يطلع لي شو كاتيا؟ بقوي قلبي؟ ايه لا من الكوع من الكوع تينا كاتيا انت اللي زي اللي عاملية تينا
لا انا رح ارجع على طريقتي الكلاسيكيه. بس بدي اقول لك شغله، هن على طول باول باول اول اول شيء 50 60 وحده هيك بصير. اوكي ثانك يو. انا نسيت اللي ما تبلشي بعدين بيمشي الحال. بون انا رجع من الاول. فوالا هيدي هونيك. ليش عم باس شلون اللايم؟ حتى رح تشوفوا الاكسكلوزيفيتي تبع اللايم بقلب الجوز شو رح تعطي. حامضة رح حط حامضة وحدة ما رح كتر حامض. هلا لما عم بقص اللايم بحس حالي عم بشرب موسكو ميول انا. عم تشرب؟ موسكو ميول. فيها كوكتيل. هدول بنكبلهم نطفي يعني؟ نعم اذا بدك مش مشكل. هون خذي راحتك وقوي قلبك وما عندنا هذا المشكل. هلا اللي رح اعمله انا رح اقص كل هالحمضيات مع بعضهم. بعد في عندي بس حامضة صغيرة بدي اخذها، وعندي الكيمكوات اكيد. كيمكوات يحني مثل ما هني بعملون. ما بقص منهم. لا وعندي هيدي نحن رح نكفي تحت الهواء. اوكي واو. وبناخذ بريك تندوق سوا الكريبس والدرينك. كالفادوس اخ يا رون شو عامل فينا اليوم؟ مع الكريم هون. هاي الكريم دوبل هي كالفادوس كريم دوبل سكر. عن جد ما بيصير هيك. هلا رح اتشكون انت وكاتيا دوقوا الكريب هيك قبل. لا مش هيك اكيد. لا انا رح اعملها لنفسنا هيك مع السوبر جوس اللي عملناها. كانت من زمان يا حي. هيدا السيترس منصب نحن. اي طبعا بس خليني بس هيك لانه مشان يرجع يصير اوموجين شوي. سيترس سليمر اليوم. سيترس سليمر هيدا مشاهدينا كل الليفت اوفرز تبع السيترس اللي حنا بتشوفوهم. هيدا ذيس از اول يورز. فوالا انا بهيدا الوقت رح اعمل كريبس وزيت. بس بعد بدنا بدي اعطيكم هول الكريب تينا يحني هون. هون على التفاح. هودي على التفاح لازم نعمل فيري سمبل. يلا رح اخذ كريبايه. جيب لك صحن. نعم رح اخذ كريب. فوالا بحطها هون هيك فيري سمبل. باخذ هالكريم دوبل مع السكر مع الكالفادوس. في اعملها ويبت بس لاحظتي كيف احلى هيك كيف الدنسيتي تبعها طلع مثل سيروب عليها مثل سيروب عليها. وهيدي يو جاست هاف تو ايت ذس وي. كاتيا وينك؟ عم بجلي عم بجلي مش وقتها. مطلوب منك تينا تعملي سيرفيس لانا بلش بالكريب سوزيت لفرجي المشاهدين كيف لازم نعملها للكريب سوزيت. بيرفكت بيرفكت. رح اخذ الصوص اللي عملتها من هون هي يلي فيها نصبوله لمرونه اورنج زيست ليمون زيست فيها عصير حامض شوي فيها جرون مارني وفيها سكر. هون الكريب يلي عملتهم بدق لي هاد الجوس بليز. شو ايه وندرفول على حياة الله. مش لانه تينا عملتهم بس وندرفول. ايه كثير انا عملت لها بس وندرفول عبيتهم بهالوقت. والله وندرفول. هلا شو يا حي جو طويل بونجور هون. هلا كيفك؟ الكريب حطيتهم على مي سخنه. مارون هي لك. اوكي الكريب اول مره المر بيكون طيب. هلا رح لا الشوكولا المر كثير طيب. حطهم هون للكريب. رح اعمل صحن واحد بس لانه وقتنا. هيدي السيروب اللي عملناها قبل. هيدا السيروب اللي عملناها قبل. بس طبعا رح تغليهم فيهم؟ طبعا طبعا لك طبعا مش لانه. اوكي بدي بس صحن. بعد صحن؟ صحنتين هون. شو بعمل؟ برجع بقلبها بهذا الشكل مشاهدينا. مندوق. هلا هيدا شو الابيض؟ هيدا الابيض هي كريم دوب مع سكر مع كالفادوس. بدي صحن غير انا بجيب صحن نقي صحن على ذوقي خلص. ماشي اخذ هذا الصحن معليش. واو رح ارجع اخذ هاي الكريب برمى بهذا الشكل. هيدا كانت طبت يعني ما في شيء اتم من هيك. برجع ببرمى تراينجلز. عم يغليهم فيهم. برجع ببرمى تراينجلز. رجع اخذ وحده ثالثه
صحونكم خلصوا، كان بدي صحون تبعنا من جوا. اتس اوكي احسن لانه مش فاضيه. اوكي هيدي هلا بس عندنا وقت تو منس عظيم. بس بدي انا اهم شيء خلص سوزات يحيى. هلا هون شو بعمل؟ بس هيدا الدرينك مع السوزات. ايه حتى مع اللي عم تاخذوها انتم هلا. هيدي ما معقول، هيدي كثير كثير طيبه. هلا بالتالي هون شو رح اعمل؟ مشاهدينا الكريب سخنوا. رح زيح هيدي الصحن. اثنين ثلاثة. رح اخذ الكريب حطهم هون كمان، خلي يكونوا ويل سوك. هيدي شو عم تعمل جوا مارون؟ هلا بقول لك. بس انا شايفتها عم بتذوب. معلش I had no choice يعني الا انه استعملها. اوكي اوكي هلا شو بعمل؟ شو صار؟ انا كنت بجيب معي شيء من البيت بس نسيت. اوكي اتس اوكي اخي هلا اتس اوكي. بس ما عارف انه هذا كله رح يصير. انا بتعرفي انا قلت اوكي مارون عم بيخترع شيء. طيب شو كنت عم بتجرب؟ لازم نتدخل. طيب رح اقول لكم شو عم بعمل هلا. يلا لاعمل سيرفيس. هيدي كثير سخنه. اوكي لازم تكون سخنه يعني بعد تينا احلى ما تفقع. اوكي لا بدك القديحة. بدي القديحة. وينها وينها هلا الفكرة هون على الطاولة شو بعمل؟ بعد شو ما تعمل فيك ولعت شفتوها؟ مبينة؟ بتلقى على الكريب هي ولعة. واو اوكي شفتوا كيف الفليم طالع؟ لازم نطفي الضوء. يا ويلي الفليم طالع على ايدي كمان. في ارجعي اهم سخنت اللوش. سخنت اللوش ليش؟ لأنه بدي إذا الكول منه سخن ما رح يولع. يحيى اوكي حطي ايدك تينا. مبينه لعنا. سو واتس ريلي انترستينج هو هالشو اللي بعمله للضيوف عندي على الطاوله. وباخذ فينا ندوق قبل زوزو بس. اكيد يلا كاتيا بليز. اوكي انا رح هيدي تينا لإلك دوقي. وانا بحب كثير الجروم مارنيه بس ما بدي اسكر. انا بدي زيد انه هاي بدي احطها هون. الجوس اللي عم بشربه كثير طيب مارون. هلا هاي كريب سوزات. كان بدي شوية اورنج جاس حطهم عليا بس نو تايم. واو واو يا ويلي انا قلت له يو كان نوت توب ات على اساس هيدي. هلا شو بدنا نحكي عن هيدي؟ رح بلشوا يبرم راسي على الجرايد. ايه بس هي المشكلة. ايه وين كنا؟ ايه المشكلة؟ شفتي لاحظتي الجروم مانيه هو سخن. كيف لما بتاخذي الكريب كيف بتحسي حتى بالفليم بتمك عم تطلع. واو دفى زوزو روق. مارون اكسلنت. انا كثير انبسطت بين امبارح واليوم. بكره ستيف رح تكون معكم مشاهدينا مع مارون وكرب كمان. وبشوفكم السبت الصبح. تشيرز